بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع النهاردة هو الإبوكسيديشن، والإبوكسيديشن يعني تكوين الإبوكسايد. إزاي هنكون الإبوكسايد؟ هنعمل formation of epoxide from alkene using peroxy acid. يعني هناخد الألكين اللي هو C double bond C، تمام، ونفعله مع peroxy acid عشان نكون الإيبوكسايد اللي هو C single bond C، وفي أكسجين تربط ما بين التو كاربونز، تمام؟ طيب إيه هو البيروكسي أسيد؟ بيروكسي يعني أكسجين زيادة. يبقى إحنا لما بيكون عندنا الأسيد العادي R C O O H ده الأسيد العادي، لما يتحول ل R C O O O H أصبح peroxy acid، عنده أكسجين زيادة. طيب إزاي بنكونه؟ بناخد الأسيد العادي ونفعله مع هيدروجين peroxide، تمام؟ تبتدي الأكسجين دي تسحب الهيدروجين، تمام؟ ويتكون RCOH OOH OH. ده بيكون في حالة اتزان مع البيروكسي فورم، يعني بنحصل على البيروكسي أسيد اللي هو RC double bond O OOH زائد ماء، تمام؟ يبقى ده البيروكسي أسيد اللي احنا هنبتدي نفعله مع الألكين. ازاي هيتفعل؟ الميكانيزم بتاعت التفاعل هنشوفها. ادي الالكين بتاعنا C double bond C، ونبتدي نفعله مع ال R C double bond O O O H، تمام؟ الاكسجين تبتدي تهاجم الكربون، الرابطة الثنائية تفتح، الكربون الثانية تبتدي ترتبط بنفس الاكسجينة، فيتكون لنا transition state. يبقى C وبوند وC، وابتدت البوند الثانية تتكسر وتبتدي بوند تنشأ مع الأكسجين الجديدة، تمام؟ هذه الR بتاعتنا والH زي ما هما. طبعا البوند اللي بين الأكسجين والهيدروجين هتبتدي تتكسر، تبتدي الرابطة دي تتكسر والرابطة دي كمان، فينتج لنا الإيبوكسايد. يبقى C single bond C، وفي أكسجين ترتبط بالتو كاربونز زائد أسيد عادي. طبعا اللي هنلاحظه هنا ان احنا كنا بدأنا بالسيس ألكين، لان التو جروبس او التو سبستيتوانس من نفس الجانب، والناتج عندنا الإيبوكسايد برضو سيس إيبوكسايد، تمام؟ هنلاحظ ان احنا لو كنا بدأنا بترانس ألكين، يعني التو سبستيتوانس من اتجاهين مختلفين، هينتج لنا ترانس إيبوكسايد. يعني معنى كده نقدر نستنتج ان الإيبوكسيديشن is stereospecific. الميكانيزم بتاعت الإيبوكسيديشن تم إثبات إنها concerted ميكانيزم مش stepwise، تمام؟ بتتم عن طريق تكوين transition state. فالسيس ألكين بنحصل منه على سيس إيبوكسايد، والترانس ألكين بنحصل منه على ترانس إيبوكسايد. لو كان الميكانيزم stepwise، وده عمليا ما بيحصلش، كنا هنحصل على ميكسشر من السيس والترانس لما نيجي نحضر الإيبوكسايد، وده ما بيحصلش. فالميكانيزم هي concerted ميكانيزم وستيريوسبيسيفيك. لو حبيتوا تشوفوا ازاي كانت ممكن تكون الميكانيزم لو هي stepwise،